نحن الهيئة التدريسية في مدرسة ذكور تاح الثانوية نقف اليوم وقفة احتجاجية ونشد على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظة طول كرم لقمع الفلتان الأمني الذي بدأ يتبادر ويطل برأسه كالأفعى ممثلا بالعملية الجبانة التي استهدفت منزل السيد مدير مدرسة ذكور تاح الثانوية. كما أننا نهيب بالإعلام أن يكون توصيفه للأحداث توصيفا واقعيا وحقيقيا.